من مدات لقد شركة هواوي تليفونها الهواوي الإيغريك ستائس اللي انضم لتليفونات الهواوي في سلسلة الإيغريك. هذه السلسلة اللي كتعتبر من أشهر السلسلات في الفئة الاقتصادية، ومعروف عليها أنها كتقدم مواصفات مزيانة والثمن مزيان. التليفون دارته الهواوي بنية أنه يكمل مسيرة النجاح للأخ ديالو الإيغريك ستا 2019. ومي كنقولوا تليفون للهواوي في سنة 2019 كيعني أنه كيدعم خدمات جوجل بالكامل. كتقول الشركة أن التليفون جا باش يغطي على بزاف الحاجات كانوا ناقصين في الإيغريك ستا 2019، واللي من أهمها المعالج اللي جا في هذا التليفون من نوع هيليو بي 35 واللي كيتعتبر حسن من هيليو A22. في هذا الفيديو جينا باش نراجعوا هذا التليفون ونسلطوا الضوء على المميزات والعيوب ونعطيوا رأينا بكل حيادية. ولكن قبل ما نبداو، إذا كانت هذه أول مرة كتشوف فيها فيديو على قناة مراجعة برو، فاشترك في القناة باش تتوصل بجديد القناة. السلام عليكم. التصميم، كيجي تليفون الإيغريك ستا إس بتصميم كيشبه لتصاميم تليفونات في هذه الفئة السعرية، واللي كيجمع بين تصاميم تليفونات الهواوي اللي خرجتهم مؤخرا وبين تصاميم تليفوناتها القدام. واخا كيجي الهيكل والظهر مصنوعان كلهم من البلاستيك، نص الظهر الفوقاني كيجي بريو واللي كتحسو مخدوم من الزاج. 56.28 في الطول و 73.5 في العرض و 8 ملم في السمك، ووزن 150 غرام. التليفون كيجي بحواف كبيره شويه بالخصوص لتحت، وكتجي اسم الشركه مكتوبه. هاد المساله ما بقاتش كتجي في التليفونات الجداد. من الفوق كاينه الكاميرا اللي كتجي في الوسط بحال قطره الماء. من اليمين كاينه ازرار الصوت وزر اللي كيشعل التليفون، ومن الشمال كاينه منفذ بطاقه شرائح الاتصال وكارت ميموري. التليفون كيخدم بجوج كارتات. من تحت كنجبروا منفذ الشحن، كيجي مايكرو يو اس بي ماشي تايب سي، وكيجي التليفون بمكبر الصوت ومايك المكالمات. من فوق عندنا بلاصه السماعات الودن ومايك اضافي اللي كيعزل الصداع. في ظهر التليفون عندنا كاميرا وحده على الشمال التليفون، تحته كيجي فلاش. وسط التليفون عندنا البصمه، ولتحت على الشمال عندنا اسم الشركه. الشاشه، كيجي تليفون الإيغريك ستا إس بشاشة من نوع IPS LCD المشهورة في هذه الفئة السعرية بمساحة 6.9 بوصة وجودة الـ HD Plus ودقة 720 في 1560 بكسل لكل إنش. معدل كثافة 282 بكسل لكل بوصة. الشاشة كتدعم أبعاد العرض 19.5:9. التليفون كيعطينا تجربة ديال المشاهدة مقبولة. من حيث الألوان كنلاحظوا تشبع ألوان مزيان، وحتى السطوع الشاشة مقبول بزاف. الأداء، التليفون كيجينا بمعالج من شركة ميدياتيك، وهو ميدياتيك MT6765 هيليو بي 36 بمعمارية 12 نانو، واللي هو نفس المعالج اللي مستخدمه أوبو في تليفونها A5S، وحتى في تليفون هونور 8A. التليفون كيجينا بمعالج رسومي اسمه باور في ار جي او 8320 الغني عن التعريف، وكيجي بذاكرة 64 جيجا بايت وجوج في الرام. يمكن لك تزيد مساحة التخزين إلى ركبتي كارت ميموري. التليفون كيدعم مستشعر البصمة ومستشعر التسارع والقرب، وكيجي بإصدار 4.2 بالنسبة للبلوتوث. وبالنسبة لنظام التشغيل كيجي قديم شوية اللي هو 9 أندرويد وواجهة هواوي إميو 9.1. التليفون مدعوم من جوجل، يعني تهبط كل التطبيقات بطريقة المعروفة والعادية. كيجي الهواوي الإيغريك ستا إس بثلاثة الألوان اللي هما الزرق والكحل والتشيني أي البرتقالي. الكاميرا، تليفون الهواوي الإيغريك ستا إس كيجي بجوج كاميرات وفلاش من نوع ليد فلاش. الكاميرا القدامية ديال السيلفي كتجي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2. الكاميرا الأساسية اللي هي الخلفية كتجي بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8 مع فلاش خلفي من نوع ليد فلاش. كيدعم تصوير الفيديوهات بجودة الفول HD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية. البطارية، البطارية والباتري ديال التليفون كتجي 3020 ملي أمبير فيكسية في التليفون ما كتزولش. أما بالنسبة للشارج في التليفون كيجي كيتشارجا بشكل القديم عن طريق كابلي مايكرو يو اس بي ماشي تايب سي، هذا كيعني على أنه ياخذ وقت طويل باش يتشارجا. الهاتف في الأسواق المغربية كيوصل 1400 درهم، أي ما يعادل 135 دولار أمريكي.
من عيوب تليفون الهواوي الاكريكس تاس انه ما كيدعمش الشحن تايب سي، وزيد عليه عيب الكاميرا اللي كتجي ضعيفه شويه خصوصا في التصوير في الظلام. تليفون ما مبدلش بزاف على الهواوي اكريكس تاع 2019 من غير الى استثنينا المعالج، وحتى البطاريه جات بحجم صغير شويه. اما الا دوزنا للحاجات المزيانه في التليفون، نقدروا نقولوا انه جا كيدعم البصمه وكيدعم جوج كارطات اتصال، وخا هاد القضيه هذه ولات في التليفونات الاخرى كاملين، وجاب مكبر صوت مزيان، وجاب معالج مقبول، وحتى الحجم ديالو جا مناسب تقدر تخدم به بيد وحده. ويزيد عليه انه جا كيدعم لمبه الاشعارات، والاهم انه جا كيدعم كل خدمات جوجل. كانت هذه مراجعه لهاتف الاكريكس تا اس. اذا كانت هذه اول مره تشاهد فيها قناه مراجعه برو، فارجو الاشتراك والضغط على زر الجرس ووضع ملاحظه ان كانت المراجعه بالدارجه افضل من اللغه العربيه. السلام عليكم. We'll be right back.